بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر التي في خاطري. النهاردة إن شاء الله مشاهدينا الكرام هنتكلم عن موضوع مهم جدا، لكن في البداية أحب أرحب بصديقي واللي بيشاركني في تقديم الحلقات، صديقي البشمهندس حسين الصياد. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بيكم بالسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك وصديقي العزيز اللي وحشني على مدار أسبوعين، فضيلة الشيخ الدكتور أبو الخير إبراهيم الدسوقي. أهلا بحضرتك يا فضيلة الدكتور. يحفظك يا سيدي، جزاكم الله خير. يا أهلا بحضرتك. ومعانا داخل الأستوديو الباشمهندس أحمد إبراهيم، مهندس ومطور ذكاء اصطناعي. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك أستاذ علي، وسعيد جدا أن مع حضراتكم النهاردة. مشرفنا يا فندم. ومعانا الأستاذة سلمى علاء، مدرب أمن سيبراني. أهلا بحضرتك يا أستاذة. يا أهلا بحضرتك، مشرفانا حضرتك. طيب باشمهندس حسين، النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الذكاء الاصطناعي، واحنا عندنا كم معلومات وكم أسئلة عايزين نعرفها من دنيا ودين. فالموضوع النهاردة غاية كده في الأهمية. بص يا أستاذ علي، هو الموضوع كانت فكرة من الحلقة اللي فاتت. تمام. كان مقولة قالها فضيلة الدكتور أبو الخير. تمام. وقال إنه علاقة صاحب العمل والعامل، وقال إنه خير من السجارة القوي الأمين. فاحنا خدنا القوي وسألناه، القوي بيشتغل على نفسه، بيقوي نفسه، بياخد كورسات. فكرنا في شباب كده، لقينا عندنا شباب النهارده بقدم نموذجين بمشيئه الله، دول هديه لمصر. شاب وشاب من افاضل الشباب اللي اتعلموا في الارض دي، واللي شربوا من ميه نيلها، واللي استمتعوا بشمسها زينا، وانا بقدمهم النهارده مفاجاه للناس كلها، والحلقه هيبقى فيها معلومات قيمه جدا 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 بهديها لكل الشباب اللي في مصر. طيب مبدئيا كده، بعد اذن حضرتك فضيله الدكتور، انا عايز ابدا بسؤال للاستاذه سلمى، وعايز تعقيب حضرتك فيما بعد. فضل. لان انا يهمني وجود حضرتك في الحلقه جدا، على اساس ان انا عايز اربط دنيا ودين. حضرتك. علم ودين. اتفضل. استاذه سلمى، حضرتك خبيره امن سيبراني، معنى الامن السيبراني او مفهومه؟ الامن السيبراني هو بيتكلم عن كلمه سيبراني نفسها بتوصف الفضاء الالكتروني. لو انت بتدخل على الحاسوب الشخصي، اكيد لو انت بتدخل على الحاسوب الشخصي بتاعك، اكيد بتلاقي اللي هو العالم الافتراضي، بتوصل للعالم الافتراضي. فالعالم الافتراضي ده محتاج ان انت تامنه، او ان انت تحط معايير، ان هي بحيث ان انت لما بتدخل العالم الافتراضي او تتصل بشبكه الانترنت او بالكمبيوتر، ان انت لازم العالم ده يكون عالم امن، وبيكون محطوط له معايير امان معينه عشان ما يحصلكش اي اختراقات او اي جرائم الكترونيه، ما تتعرضش لاي جرائم الكترونيه. تمام. طيب حضرتك ممكن تعلق لنا على الصوره اللي موجوده معانا على الشاشه؟ اكيد. بالنسبه للصوره اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، هي بتحكي ان في دي مثلا فيك اكاونت او اكاونتات على الفيسبوك، وبروفايل على الفيسبوك بتكون لناس غير موجودين معانا في الواقع. تمام. فبالتالي لما انت بتضغط على او بتتواصل مع البروفايلز دي، بتكون طبعا حاجه غير، بتخترق الامن بتاعك. تمام. وكمان الاستاذ احمد في الذكاء الاصطناعي، دي خاصه بالذكاء الاصطناعي اكتر، يعني جماعه الاعداد. بالظبط كده. خليني بس الاول هاخد من كلام سلمى، وهسال فضيله الدكتور ابو الخير الاول، هو في مشكله بين الدين والتقدم العلمي يا مولانا؟ يعني انا النهارده هل الدين بيقف حقي من التقدم؟ يعني هو بيبقى العقبه اللي بتخلي الناس ما تتقدمش او تزيد علم او توصل للمراحل المتقدمه اللي وصلها الاوروبيين؟ ديننا في كده؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. لم تعرف البشريه دينا عظم العلم كما عظم الاسلام واهتم به، بل ان دين الاسلام جعل العلم ركنا اساسيا في بنائه الشامخ المتين. فنجد أن القرآن الكريم ليس كتاب دين فقط، وإنما هو كتاب سماوي ديني بروح علمية. فنلاحظ أن القرآن الكريم فيه أكثر من 1300 آية تتحدث عن الكون وآياته وآيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وفيه أكثر من 765 آية تتكلم عن العلم.
وربنا جل وعلا أول آية أنزلت في القرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم كتاب سماوي، يعني يعتقد البعض أن من المفترض يعني أو من المتوقع أن تكون أول آيات أنزلت تتعلق بالعقيدة والشريعة، لكننا يعني البشرية كلها كأنها فوجئت أن أول آية أنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تتكلم عن العلم والقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الناظر في هذه الآيات باشمهندس حسين وسادة المشاهدين يجد أن أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا متعلق بما ذكر الآن، أي أن هذه الأمة حياتها في اقرأ، فإن لم تقرأ ماتت، وأن هذه الأمة دعوة للعلم، دعوة أنك تتعلم، تقدم هذه الأمة إن لم تقرأ لم تتقدم بل تخلفت، إن قرأت علت، وإن لم تقرأ يعني ديست بالأقدام وصارت في مؤخرة الكون. الله سبحانه وتعالى حينما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي أن من يتعلم هذا العلم يجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا على هذا العلم ويتعلمه بالله ولله، فلا يكون ضرر للبشرية ولا يخرج منه إيذاء للآخرين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالعالم إذا تعلم العلم أو أفتى الناس يفتي الناس، والله وهو يضع الله سبحانه وتعالى في اعتباره، والمهندس كذلك إذا بنى، والطبيب إذا تعلم الطب، والذي وأيضا الذكاء الاصطناعي الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن. معلش مولانا هقطع حضرتك، خليني بس الأول عايز أسمع برضو الباشمهندس، لأن احنا لسه الحلقة فيها كلام كتير يا أستاذ علي، هنحتاج رأي الدين فيها، فخلينا نسمع الأول من الشباب اللي عندنا النهاردة. معلومات شيقة يا دكتور أبو الخير. طبعا وخلي بالك يا باشمهندس، هو كل مرة بيروح واخدنا ببحر علم، بيقلق مننا احنا الاثنين. أنا عارف، لكن أنا عايز أسمع المهندس أحمد النهاردة يعرفنا بنفسه الأول ويقول هو جاي نتكلم على إيه، وعرف لي الذكاء الاصطناعي ده هو إيه. الناس متخيلة إن الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن شات جي بي تي أو أم كلثوم تغني لعبد الحليم ومش عارف مين يغني لمين، هو ده الذكاء الاصطناعي ولا في حاجة تانية إحنا مش فاهمينها؟ والأول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي أحمد إبراهيم، خريج كمبيوتر ساينس، وبشتغل في مجال الفريلانس من وانا في ثالثه جامعه تقريبا من 2020 يعني. هو الذكاء الاصطناعي الناس عرفته عن طريق شات جي بي تي، بس هو الابلكيشنز بتاعته كتيره جدا، والابلكيشنز او المجالات اللي موجوده داخل الذكاء الاصطناعي برضو اعدادهم كتير، ولكن الناس يعني عرفت الذكاء الاصطناعي عن طريق شات جي بي تي، فاللي هو يعني مبني على حاجه اسمها الترانسفورمرز، نوع من انواع النيورال نتورك او الخلايا العصبيه. فالذكاء الاصطناعي مجالاته كتير والمستقبل كله للمجال ده يعني. طب ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو زي ما الانسان بيعمل المحاكاه لحاجات كتيره جدا موجوده في الطبيعه، يعني تلاقي مثلا الانسان عمل محاكاه للطائر ازاي ان هو بيطير، وتلاقي عمل الطياره نفس الكلام مثلا بالنسبه للدلافين والخفافيش، تلاقي الانسان عمل لها محاكاه وقدر ان هو مثلا يصنع السونار. فالذكاء الاصطناعي هو محاكاه للعقل البشري. تمام. فكل اي تطور بيحصل في الطب تلاقي ان هو اتعكس على الاله بشكل مباشر يعني. تمام. فالمخ الانسان عباره عن مجموعه من النيورونز او مجموعه من الخلايا العصبيه بيتفاعلوا مع بعض، فبالطريقه دي بيقدر الانسان ان هو يتعلم. تمام. فعلماء كمبيوتر ساينس نجحوا ان هم يعملوا نفس الحاجه، عملوا خليه عصبيه برضو بتاخد انبوت، بعد كده بتعمل بروسيس معينه، بعد كده بتقدر ان هي تطلع الاوتبوت، فممكن بقى الانبوت دوت يكون مثلا على شكل تكست او مثلا صور او فيديوز. فاللي نقل الذكاء الاصطناعي النقله الكبيره دي هو حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو جينيريتيف اي اي، اللي هو مبني عليه بقى شات جي بي تي، وحاجه اسمها ستيبل اللي هو الميد جيرني. ميد جيرني دوت برضو ابلكيشن بتدخل له تكست معين، تقول له عايزك تعمل لي صوره، فبياخد الكلام بيحوله لك لصوره معينه بنفس الشكل ونفس الدقه. بنفس الدقه يعني، انت بجرد بس الفكره هنا بقى ان انت لازم تدي له البرومت او الديسكريبشن باحترافيه شويه. الانسان في المعلومه اللي بتغذي الذكاء الاصطناعي، مظبوط؟ مظبوط. يعني الانسان هو اصلا سبب الأيقونة بتاعت الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، هي محاكاة لعقل الإنسان، بس ده ما يمنعش إن الذكاء الاصطناعي ذكاؤه ممكن يتفوق على ذكاء الإنسان. يعني حضرتك مثلا جيت بصيت على الآي كيو أو معدل الذكاء لشات جي بي تي 4، هتلاقي إن المعدل الذكاء بتاعه تقريبا 155 أو 150. ألبرت أينشتاين من أذكى العلماء اللي عاشوا على الأرض، الآي كيو بتاعه 160. وخد بال حضرتك إحنا لسه بنتكلم، الذكاء الاصطناعي لسه بيقول يا هادي، يعني ممكن تعتبر ان هو مثلا كانه دلوقتي طفل صغير عنده 3 سنين و4 سنين. فالموضوع في تطور بشكل كبير جدا، حتى في ناس طلعت وحذرت من تطور الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا ايلون ماسك دوت راجل بيعمل عند صاحب شركه تسلا وسبيس اكس، دايما بيفكر خارج الصندوق. الراجل دوت طلع وحذر، قال يا جماعه لازم نوقف تطوير في الذكاء الاصطناعي لمده 6 شهور،
كويس. ليه 6 شهور؟ يعني عشان يبدا ان هم يقننوا الموضوع ده او يحطوا قوانين وقواعد بحيث ما حدش يقدر يخالفها. بس طبعا ما حدش استجاب للكلام دوت وكله بيبحث عن الرأسماليه وان هم يطوروا اكتر في الموضوع يعني عشان يشوفوا اخره وكده. استاذ علي خليني نسال الشيخ ابو الخير الذكاء الاصطناعي والاسلام. ايوه ما احنا سمعنا كده وقول لنا طيب يعني عايزين نسمع. ما زلنا مع قول الله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، اي ان نقرا وان نتعلم والله سبحانه وتعالى يجعله رقيب علينا فلا ضرر ولا ضرار. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اي ان هذا العلم الذي تقراه والله سبحانه وتعالى رقيب علينا فيه لابد ان يسخر اولا لمن خلقه الله سبحانه وتعالى. خلق الانسان، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الانسان وخلقه، وهذا العلم مسخر له. اقرا وربك الاكرم، اي انك اذا تعلمت العلم والله سبحانه وتعالى جعلته رقيبا عليك وجعلت هذا العلم في خدمة البشرية وليس في ضررها، اقرأ ربك الأكرم، الله سبحانه وتعالى سيكرمك في هذا. الذي علم بالقلم، لأن القلم هو أول أبواب التعليم هي القراءة والكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآية بالذات إجابة على سؤال مهم جدا، وهو هل كل ما يكتشف مذكور في القرآن؟ نعم، هذه الآية علم الإنسان ما لم يعلم، جاءت بصيغة الماضي وجاءت في آخرها بفعل المضارع المجزوم، أي الحال والاستقبال. يعني إذن العلم هنا فضيلة الدكتور ملوش حد. نعم، تعلم. نعم، وهذا العلم يا أستاذ علي فعلا مصداقا لكلام حضرتك، هذا العلم ليس مقصود به يعني العلم الشرعي فقط، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات التي تكلم فيها عن العلم في القرآن الكريم، ولقد آتينا داود وسليمان علما. أي نوع من العلم أتيه داود وسليمان؟ هذا النوع من العلم كان علمنا منطقة الطير وصناعة متطورة جدا في صناعات الحديد، ولذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم وأن نجد أنفسنا. البشمهندس حسين كان في الحلقة السابقة يقول إن الموظف أو الطالب أو المسلم أو أي إنسان لابد أن يعمل على نفسه. لا، الكون نفسه، اشتغل على نفسك وطور نفسك. هذه تسمى عندكم في العلم الأبضيت أو التحديث. حدث الكون نفسك. كله في حالة تحديث مباشر، في حالة أبضيت مباشر، في حالة أبضيت يومي، بل هو في حالة أبضيت وتحديث في الـ5 صلوات، إن أنت قال صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا على العلم فيقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن طالب العلم، أي نوع من العلم كما قلنا آتينا داود وسليمان علما، أي نوع علم إذا كان هذا النوع يخدم البشرية، فإن طالب العلم هذا تستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الطير في السماء والحيتان في الماء. خد بالك بقى من النقطة اللي جاية دي، يقول صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. اسمعنا التشبيه ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما نعلم، لأن ما نتعلمه من هذا العلم الحديث وغيره في شتى المجالات إنما يضيء كمصباح، يضيء لنا ظلمة الليل وظلمة الحياة وظلمة الوجود. فضل العالم، احفظوها جيدا، هذا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودي دعوة للتعلم الدائم. نعم، زي ما والتحديث والتجديد. نعم، طيب الأستاذة سلمى، دلوقتي حضرتك عرفتينا مفهوم الأمن السيبراني، حضرتك أهمية الأمن السيبراني، أستاذة هيتكلمي في المايك. بالنسبة لأهمية الأمن السيبراني، هو عبارة عن أنه هو بيحط المعايير التقنية للأمن في الشبكات أو في علم الحاسوب. فبالنسبة لأهميته أنه هو بيحط أن أنا أقدر أحط مثلا ميتيجيشن أو علاج معين للثغرات الأمنية اللي موجودة في الشبكات وأجهزة الحاسوب، وده طبعا بيخلينا أن احنا نحافظ على الداتا بتاعتنا والبيانات للأشخاص أو للبزنسز أو للشركات. فأنا أقدر أحافظ على الداتا دي من السرقة
وكمان في نفس الوقت اقدر اخلي للناس مثلا ثقه في التكنولوجي، بحيث ان احنا على طول دايما في التطور وعلى طول دايما بنحس الناس ان هي تستخدم التكنولوجيا، ففي نفس الوقت عايزين نخلي او نبني ثقه عند الناس بحيث ان احنا نعرفهم ان هو حقوقهم اولا طبعا عشان نحافظ على بياناتهم من السرقه من الهاكرز والمخترقين والناس اللي بتستغل او الشركات اللي هي بتستغل الداتا بتاعتهم في ان هي تبيعها لشركات اعلانات او هكذا. ففي نفس الوقت احنا بنحط للناس او بنوعيهم بالبروسيدرز اللي هم لازم يمشوا عليها او الخطوات اللي لازم يمشوا عليها، وفي نفس الوقت بنعرفهم ايه حقوقهم علشان يقدروا يحافظوا على بياناتهم من السرقه. وكمان الشركات اللي ابتدت تستغل الامن السيبراني في بتاخد المهندسين او يعني والهاكرز الاخلاقيين بحيث ان هم يامنوا الحسابات بتاعتهم. عايز اسالك سؤال كده يا استاذ سلمى، عشان احنا مش عايزين الموضوع يبقى نظري قوي، احنا عايزين نفهم الناس علشان الناس تبقى متجاوبه معانا. انا ماسك الموبايل بتاعي فجاه بتصفح اي حاجه، فجاه جاتني رسائل مش لطيفه مش حلوه بصور مش حلوه، وانا قاعد وريته لحد فقال لا لا ده انت اكيد دخلت على حاجه مش حلوه، الكلام ده صحيح؟ ولو حصل اعمل في ايه؟ لانه الناس كتير قوي بتسال السؤال ده وعايزه تعرف اجابته. تمام اكيد. هو في الاول مفيش حد بيتم اختراقه من العدم، يعني مثلا انا ممكن ادعي ان انا مخترق في التليفون بتاعي وهو مثلا لا ما فيش اختراق، وممكن بلاقي مثلا حاجه زي اللي حضرتك بتقولها والناس بتدعي ان هو مثلا لا انت اكيد دوست على لينك. فهو في الحقيقه نعم بيبقى مثلا جزء كبير من البروسيس بتاعه الهاكينج او بتاعه الاختراق بيبقى فيه فعلا الشخص هو عمل حاجه من الجهه بتاعته، يعني ان هو ضغط على لينك، بضغط على اللينك او انا اللي ببدا اولى الخطوات. مش 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 بس مش دايما، بس في معظم الاحيان بيبقى فعلا الشخص هو ضغط على اللينك مثلا، واللينك ده هو لينك في تصيد او بيشنج، فاللينك ده بيؤدي ان هو يدخل على موقع او ينزل حاجه في السوفت وير عنده في الموبايل، فبالتالي طبعا بيتم اختراقه. بس في حاجات مثلا ده يخلينا برضو نوع ان في دايما بتبقى في ثغرات امنيه في السوفت وير بتاع الموبايل نفسه، فلو في ثغره امنيه في الموبايل والشركه زي مثلا اندرويد او اي او اس اللي هي الشركات المسؤوله عن السوفت وير في الموبايلات عامه، لو عارفه ان في ثغره امنيه وهي ما سدتهاش من نفسها او ما حدش بلغ ان في ثغره امنيه والشركه ما عملتش البروسيس بتاعتها او الاحتياطات بتاعتها، فبالتالي طبعا بيكون في خسائر على الشخص من غير ما هو يقوم باي عمليه او من غير ما يقوم مثلا ان هو يضغط على اي حاجه. فلو في ثغره امنيه في النظام فعلا ممكن يتم الشخص يتم تعرضه لان هو يتم اختراقه من غير ما يدوس على اي حاجه، معلومات وتتاخد صور ويتم يعني اختراقه او التجسس عليه. بالزبط. طيب اتنقل لفضيله الدكتور راي الدين بقى، يعني هنا حاجه مهمه جدا. تخيل حضرتك انا موجود في مكتبي او في ايا كان انا المكان اللي انا موجود فيه وماسك الموبايل بتاعي ويتم اختراقي، من وجهه نظر الدين هنا التجسس او اختراق المعلومات، راي نعم. الدين هنا ايه؟ من باب قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. تمام. الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس، قال سبحانه ولا تجسسوا، ونبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في دار قوم أو في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه كعقوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تسمع على حديث قوم وهم له كارهون، يعني الناس يكرهون أن يتسلط عليهم الناس. أكيد. أن تسجل لي مكالمة أو تسجل لي حديث مع آخر، تضع جهازا بجواري وتسجل لنا الكلام، المجلس أمانة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، من تسلط أو من تسمع حديث قوم وهم له كارهون أي يكرهون منك أن تفعل هذا. العقوبة خطيرة جدا، قال صلى الله عليه وسلم صب الله تعالى في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هذا أي الرصاص المصبوب. وإذا كان هذا المتسلط وهذا المتسلق وهذا المتطفل على الناس اخترق هذه الحجب واخترق هذه الحوائط، فإن الله سبحانه وتعالى عليه رقيبة. هناك شهود خمسة عليك، اعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاك عن هذا، الذي نهاك عن هذا في هذه الأحاديث التي استمعت إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة
الله سبحانه وتعالى يقول فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا ثم عندك ملكين عن اليمين وعن الشمال سيشهدان رقيب وعتيد عليك يوم القيامة. ثم الأخطر من هذا ستأتي جوارحك عليك تشهد يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم بعد ذلك تشهد عليك الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها قال وما أخبارها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الأرض المكتب الذي تجلس عليه أو المكان الذي تجلس فيه وتتصنت على الناس وهم يكرهون هذا سيأتي يوم القيامة يشهد عليك كما أخبرنا بذلك رسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كنت في خلوة وتفعل هذا وتتسلق وتصنط لتستفيد من هذا يعني أحذرك بحديث سيدنا ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أحدكم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. يعني في ناس هتجي يوم القيامة كده معها حسنات أمثال جبال مثل الجبال صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات ثم يجعلها الله تعالى هباء منثورة. كوني هباء منثورة لا شيء موجود من هذا. فقالوا يا رسول الله صف لنا هؤلاء الناس لماذا جعل الله تعالى حسناتهم هباء منثورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم منكم ومن جلدتكم إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله سبحانه وتعالى قال وهو معكم أينما كنتم. يعني إذن كده حضرتك محرم أني أنا في الشغل أو مع أخواتي نعم. أو مع صديق أن أنا بشمهندس ممكن أكلم حضرتك وأقولك الدكتور أبو الخير كذا 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 وأسجل لحضرتك نعم. طب هنا لو في خطوة تانية أنا مثلا عايز يعني بالفرض يعني أنا وصديقي البشمهندس حسين في موقف ما بيننا فأنا بتكلم في حقه كلمة يعني كلمة طيبة فحضرتك مسموح لك ان حضرتك تسجل لي وتسمعه؟ لابد ان تأذن. يعني يا علي انا هسجل لك لان الكلام ده في الخير. لابد ان تستأذن. طيب هو الموضوع كبير يا باشمهندس. طيب خليني بس عشان إيه الشباب اللي عندنا النهارده دول احنا عايزين برضو ايه نديهم حقهم. تمام. لان انا بقول لك دول بنهديهم للبلد كلها. باشمهندس احمد. اتفضل. ايه؟ الذكاء الاصطناعي مودينا فين؟ المخاطر اللي احنا قلقانين منها. انا قريت مقوله من فتره ان الذكاء الاصطناعي ده هيقضي على نص سكان العالم. يعني احنا عددنا مليون الوظائف. انا مش محتاج المليون الوظائف. انا محتاج 500 وظائف انا محتاج 500 الف. الكلام ده صحيح ولا ايه؟ ايه هي فوائد الذكاء الاصطناعي؟ هو الذكاء الاصطناعي ممكن نستفيد منه في حاجات كتيره جدا. ايا كان المسمى الوظيفي بتاعك هو ايه فانت ممكن تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يسهل عليك شغلك. لو انت شغلك مثلا بيعتمد على الروتين بتكتب حاجات بتلخص حاجات عايز تحصل على المعلومه بسرعه فالذكاء الاصطناعي يساعدك بشكل كبير في الموضوع ده. فموضوع ان هو يقضي على وظائف كتير في المستقبل فديت فعلا يعني في صحيفه كده مشهوره اسمها صحيفه ماكنزي بتتوقع في 2030 ان 800 مليون وظيفه مش هيكون ليهم وجود واكثر الوظيفه اكثر الوظائف المهدده بالانقراض هي الوظائف اللي فيها روتين كتير اللي بتعتمد مثلا على الكتابه اللي بتعتمد مثلا على انت بتفضل تقارن بيانات مع حاجه ثانيه مع تقارن الداتا مع بعضها يعني فالوظائف بتاعت الذكاء الاصطناعي. طيب انا بستاذن حضرتك يا باشمهندس الصوره اللي قدامنا على الشاشه حضرتك اشرح لنا دي خاصه لا ده دي تبع السايبر سكيورتي مش تمام الامن السيبراني. طب استاذنك يا استاذه سلمى اشرح لنا دي كده اكيد في الصوره اللي قدامنا هي بتوضح احصائيات الاختراقات الامنيه ومدى تكلفتها حوالين العالم. فلو جينا بصينا في الصوره هنلاقي ان تقريبا في سنه 2022 لوحدها حصل اكتر من 236 مليون اختراق. واحد من كل خمسة بيستخدموا شبكة الانترنت تم اختراقهم تقريبا وده في النص الأول من سنة 2022. غير كده كمان ان التكلفة اللي وصلت لها او الكوست اللي هددت البيزنسز في بسبب الاختراقات دي تقريبا خسرت البيزنسز حوالي 400
مليون دولار، فده رقم ضخم جدا ان نروح في حته وحشه ان البيزنس تتحمله في خلال سنه واحده بس. فلذلك ان طبعا علم الامن السيبراني الناس كلها بدات تهتم بيه علشان تحمي بيانات الشركات من السرقه، لان ده بتهدد اقتصاد العالم. تخيل انت مثلا بتتكلم في البورصه العالميه بتخسر تقريبا يوميا ملايين الدولارات، فبالتالي ده طبعا بيهدد امن البيزنسز والاقتصاد العالمي. ده بسبب الاختراق طبعا. بسبب الاختراقات دي حاجه. تاني حاجه انه طبعا بيهدد امن الافراد نفسهم، لان الافراد لما بيتعرضوا للاختراق طبعا ده غير طبعا انه بيهدد ان وجودهم على في العالم الافتراضي اللي هو في التكنولوجي، وتحمسهم ان هم يفضلوا يعرفوا اكتر عن التكنولوجيا دي. لا، هو كمان بيهدد امنهم فعليا، لان ممكن ان انت مثلا تنشر او تهدد سمع شخصيه للشخص، دي حاجه. تاني حاجه ان انت تسرق معلوماته. وكمان في حاجه اسمها الرانسوموير، اللي هو ان انت بتشفر بيانات شخصيه، ان انت مثلا الهاكرز بيجي يشفر لك بياناتك حرفيا على كل الاجهزه بتاعتك، ويقول لك عشان افك لك التشفير ده محتاج ان انت تدفع رانسوم او ان انت تدفع فديه. فالفديه ما بتكونش حاجه قليله. طبعا بالظبط. يعني ادفع وانا هعمل لك. ومعظم الناس ما بتقدرش تدفع، فبالتالي مش بتسترجع بياناتها الشخصيه، وبتكون يعني سنسيتيف داتا، بيانات حساسه جدا، فبالتالي بتهدد امن الاشخاص والبيزنسز. فالموضوع خطير. خلينا معلش نرجع تاني للبشمهندس احمد عشان خدنا منه الكاميرا وهو ما كملش. هنكمل للبشمهندس احمد وبنعتذر لك. يعني اتفضل. زي ما قلت يعني، وايا كان المسمى الوظيفي بتاعك فانت تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي دوت. يعني انت لو مثلا دكتور فانت ممكن مثلا تستخدم الذكاء الاصطناعي دوت في ان هو يشخص لك مرض، او مثلا لو انت معاك صوره اشعه ممكن ان هو يحدد لك مكان الكانسر في الاشعه دي. ممكن ان هو مثلا يعني حاليا الذكاء الاصطناعي هو طبعا بيكون متدرب على كل المعرفه البشريه، فممكن مثلا حد يستخدمه في ان هو مثلا يخليه ياخد شويه من الفيزياء على شويه من الكيمياء على شويه مثلا من الاحياء، ويبدا ان هو مثلا يعمل لك علاج جديد او يكتشف لك دواء جديد. ده كده استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب مثلا. ده في ناس كمان عملت التجربه دي بالفعل، وخلوا مثلا ان هو طبعا زي ما قلت لحضرتك متدرب على كل المعرفه البشريه. ففي ناس خدت مثلا نموذج ذكاء اصطناعي ودربوه مثلا على داتا سيت خاصه بالاحياء والفيزياء والكيمياء والماس وهكذا، وقالوا له مثلا اعمل لي علاج بحيث ان العلاج دوت لما المريض ياخده يخلي مثلا عمره يزيد ايه لمده 10 سنين. يعني مثلا عمره اكس، خلي لي العمر بتاعه اكس بلس 10. وبعد كده راحوا عكسوا التجربه، قالوا مثلا بدل ما هو العمر بتاعه اكس نحل المعادلات اكنه مثلا ماينس 4. انت هتاخد العلاج هيخففك بس في نفس الوقت هتلاقي ان هو ليه اثار جانبيه. فهو هتلاقي يعني ان هو مثلا بينقص لك في المناعه اي حاجه. فدوت مثلا من ناحيه المجال الطبي. من ناحيه التعليم مثلا، فالمدرسين ممكن يستفيدوا منه في حاجات كتير، ان هو مثلا يبسط لهم المعلومه لو في حاجه معقده. ممكن مثلا المدرسين يستخدموه في ان هو يحط الامتحان للطلبه. يعني مثلا اتكلم مع شات جي بي تي تقول له انا شرحت للطلبه بتوعي الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني، حط لي امتحان. وكمان ممكن تتحكم في الاوتبوت بتاعه، يعني مثلا ممكن تخليه يحط لك امتحان معقد، لا انا عايز امتحان متوسط بحيث ان ايه كل الطلبه تعرف تحل. احنا كده الطلبه كده الطلبه بتوفر وقت كبير جدا يعني للمدرس. يعني المدرس مثلا بدل ما يقعد يفكر في معلش يا باشمهندس احمد، انا بس عايز اسال فضيله الشيخ، احنا عندنا مواهب، هو ديننا كان بيكتشف المواهب دي زمان برضه بيشوف كده ولا ايه الدنيا؟ نعم، قول لي يا مولانا. اكتشاف المواهب امر سابق في الاسلام ايضا، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كانت له طبعا نظره ثاقبه. لكن قبل ان اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن مشهد استباقي ايضا في القران الكريم. بنت سيدنا شعيب طبعا كانت لها فراسه وكانت لها السبق في اكتشاف سيدنا موسى عليه السلام، حينما قالت القران الكريم حكى، قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. وهنا ملمح في قوة سيدنا موسى عليه السلام. كما قلنا ليس القوة العضلية فقط هي المطلوبة، إنما المطلوب أيضا القوة العلمية والقوة في الشخصية. أنا عايز بس أذكر كده سيدنا موسى وهو يحاور والد الفتاتين، مع أنه غريب ومع أنه مطارد ومع أنه يعني يخشى على نفسه ومع أنه لا يملك شيئا في هذه البلدة، إلا أنه كان قويا في عزة نفسه. تمام. عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والد الفتاتين ماذا يقول له؟ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني أنت تتزوج إحدى فتاتين بس بشرط تشتغل معي هنا يا 8 سنين يا 10 سنين. طبعا واحد تاني في وضع الاحتياج وفي وضع الضعف على طول عشان يراضي. أنا موافق. علشان يراضي حماه. أيوه. عشان يراضي حماه ويراضي أهل زوجته يقبل على طول بالإيه بالتوب فيما طلب منه. تمام. يقول خلاص أنا موافق بالعشر سنوات. لا، انظر إلى قوة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شوف رد سيدنا موسى إيه، قال ذلك بيني وبينك، يعني سيب الموضوع إيه مفتوح، يشتغل 8 يشتغل إيه 10. وفي الرواية أصلا إن سيدنا موسى عليه السلام أتم 10، لكن ده يعلمنا درس عزة النفس مهما كان موقفك وفي الحق. ثانيا أنك توفي بأعلى شيء. المشهد الثاني المطلوب كما طلب الباشمهندس حسين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتشاف المواهب. اكتشاف المواهب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود في المدينة وكان عندهم لغة جديدة، كده في لغة جديدة اللي هي اللغة العبرية لغة اليهود. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفرس وانتقى النبي صلى الله عليه وسلم واكتشف موهبة في الصحابة. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه كان شابا صغيرا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد أريد منك أن تتعلم لي لغة يهود فإني لا أمنهم على كتابي. قال سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فتعلمتها في 15 يوما. الله. تخيل 15 يوم، وده على فكرة واحد يقول لي ازاي اتعلم لغه يا شيخ في 15 يوم ديالوج ومحادثات وترانزليشن وترجمه ازاي اتعلم؟ عارف الاساس ايه؟ ان هو اتعلم اقرا باسم ربك الذي خلق. هذه يا اخواننا لابد ان تكون الف باء في التعليم، قاعده في العلم. دي قاعده العلم. اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق. كان احد اساتذتنا وشيوخنا يقول اول ما تستلم الكتاب من المدرسه اكتب عليه اللهم إني نويت بهذا العلم خدمة دينك ما حييت وما استطعت ييسر لك. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه تعلم لغة اليهود في 15 يوم. يقول فكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب له وأقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب له وأكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب لهم. ده مش كده وبس، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني جعله يتعلم الفارسية والحبشية وغير ذلك. ومعنا مثال تاني إن شاء الله، يعني ممكن سيدنا سلمان الفارسي بعد. طب أنا أسأل حك أريد أن أذكره إن شاء الله. أنا أسأل حك سؤال قبل يعني أتنقل للأستاذة سلمى. فضل. تمام. هل الذكاء الاصطناعي اللي هو الحالي اللي موجود في عصرنا الحالي، هل المسلمين الأوائل كان متواجد تقدم في العلم والحضارة؟ نعم، ده سؤال كبير جدا يا أستاذ علي. وتعودنا من حضرتك كبحر علم تفيدنا. ده سؤال كبير جدا يا أستاذ علي والله. هو طبعا الإسلام فجر طاقات العقول. تمام. وحررها من الجهل والخرافة. فتجد أمر غريب جدا في الحضارة الإسلامية يا أستاذ علي. تجد أن فلان فقيه ويدرس الفقه ويؤلف الفقه، وتجده له مؤلفات في الكيمياء وفي الفلك. عندنا أضرب لك أمثلة في هذا، أمثلة عجيبة جدا يا أخواننا، مما يدل على عظمة العلم في الإسلام. الإمام ابن رشد الأندلسي الفيلسوف والفقيه الملكي الكبير في الأندلس، يعني أيقظت أفكاره أوروبا من سباتها العميق. كانوا يعيشون في ظلمات، وهذا الرجل الفقيه ألف في الفقه، شرح الفقه المالكي بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه المالكي. وتجد أنه ألف كتاب في الكليات. إيه الكليات ده؟ كتاب في الطب قسمه إلى عدة أقسام. أولا التشريح في الزمان المتقدم هذا، يعني سبق بقرون علم التشريح، القسم الأول في كتابه المؤلف الكبير الكليات. القسم الأول التشريح، تشريح جسم الإنسان، وبعدين الأمراض ووصف الأمراض وأعراضها وعلاجات هذه الأمراض والأغذية وغير ذلك، غيره كثيرا. تجد أيضا ابن سينا وله كتاب القانون في الطب. تمام. الذي اعتمدت عليه جامعات أوروبا إلى وقت قريب، بل إن هناك عالم كبير اسمه الرازي، جامعة برنستون الأمريكية،
تضع اسم الرازي العالم الفقيه المسلم على أشهر وأفخم وأفخر قاعاتها هناك، بل جعلوا له مجسم باسمه يتصدر الكنيسة في الجامعة. عندنا أيضا أن الأبحاث والعلوم كلها تؤكد أن جابر بن حيان بشهادة الغرب أنفسهم هو الأساس في علم الكيمياء، بل إن عندنا أيضا بشهادة الأوروبيين أيضا والغربيين أن نيوتن استفاد في نظرياته العلمية من العالم المسلم الشهير الحسن ابن الهيثم. الحسن ابن الهيثم المزعلي ألف 200 كتاب، منهم 57 في الفيزياء والهندسة و58 في الرياضي في بقية فروع الرياضيات، وخطأ إقليدس في نظرية الأشعة. هذا يعني هذه أمثلة يعني بسيطة جدا، لكن البحر واسع في هذا يا أخوانا. الإسلام فجر طاقات العقول، والإسلام اهتم بالعلم. يعني تجد قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. جزء من آية الناس بتقراها وتعدي في المصحف، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إيه الفايدة دي؟ إحنا ما سألناش نفسنا سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ليه فاشهد أن لا إله إلا الله؟ ليه؟ ما قالش فاشهد أن لا إله إلا الله ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من قبلنا كانوا يتدبرون. فالإمام البخاري حاجة لطيفة جدا برضو بنسبة العلم، يعني بنسبة هذه الآية، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا اسمه اتكأ على هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبوب بابا في صحيحه اسمه إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل. بمعنى إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. شفت؟ العلم قبل القول والعمل، يعني قبل ما أتكلم لازم يبقى عندي علم قبل القول، وقبل أن أعلم لابد أن يكون عندي إيه؟ علم. والله سبحانه وتعالى طبعا هناك أدلة كثيرة، وعندنا سيدنا سلمان الفارسي إن شاء الله إذا كان في فرصة نبقى نتكلم عنه إن شاء الله. بس عايزين نرجع لبشمهندس أحمد تمام، ونسأله هو الذكاء الاصطناعي ده وليد اليوم ولا من زمان وإحنا لسه بنكتشف النهاردة، ولا إيه القصة والحكاية؟ لا طبعا، هو الذكاء الاصطناعي مش وليد اللحظة، ويرجع تاريخه للخمسينات. يعني أول نموذج اتعمل للذكاء الاصطناعي كان بالتحديد سنة 1950، كان في عالم اسمه ألان تورينج، ليه تجربة مشهورة أو يعني اسمها تورينج تيست. الراجل دوت قال لك ان انت مثلا لما بتسأل بني آدم سؤال هو بيرد عليك من خلال المعلومات اللي موجودة عنده. فهو كان بيفكر ان هو يخلي الآلة يكون عندها نوع من الخبرة او يكون عندها معلومات تقدر ان انت تسألها سؤال وترد عليك. فهو عمل تجربة لذيذة كده، يعني جاب مثلا كمبيوتر ساعتها كانت حاجة ضخمة جدا وامكانياته لا تقارن تماما بالكمبيوتر الموجود حاليا. جاب كمبيوتر ساعتها كان اسمه ميم فريم، حجمه حجم الاوضه كده، وحطه في غرفه، وجاب انسان وحطه في غرفه تانية، وقال لك انا هسال سؤال هنا وسؤال هنا، وطبعا مش عارف الاوضه دي بالتحديد هي اللي فيها الكمبيوتر ولا هي اللي فيها الانسان. فقال لك لو انا ما قدرتش اميز الاجابه اللي راجعه لي هل هي جايه من اله ولا جايه من انسان، يبقى احنا كده عندنا نوع من الذكاء. التجربه دي كانت 1950. بعديها سنه 56 كان اول مؤتمر للذكاء الاصطناعي بقيادة عالم اسمه جون ماكيرسي، يعني دوت كان أول مرة يذكر فيها مصطلح الذكاء الاصطناعي، وكان هدف المؤتمر دوت إن هم عايزين يطوروا الأبحاث العلمية أكتر في المجال ده. فمع الوقت بدأ الموضوع يتطور، ولكن يعني برضو بدأت الحكومات إنها تستثمر فيه، ولكن توقف لفترة كبيرة جدا بسبب حاجتين اتنين مهمين جدا. أول حاجة إن الداتا سيت ما كانتش متوفرة بالكم اللي موجود دلوقتي أو حجم البيانات، يعني لأن النماذج دي اللي هي الخاصة بالذكاء الاصطناعي بتعتمد أكتر على البيانات. تمام؟ تاني حاجة قوة الهاردوير، انت عشان تدرب نموذج زي شات جي بي تي كده لازم يكون عندك هاردوير قوي جدا جدا. بنستخدم حاجة اسمها جي بي يو اللي بتصنعها شركة انفيديا عشان تعمل تريننج لكمية الداتا سيت دي كلها. توقف يعني الذكاء الاصطناعي بسبب العاملين دول، ومع الوقت يعني بدأت تظهر حاجة اسمها نيورال نتورك، اللي هي زي ما اتكلمنا كده في بداية الحلقة ان هي عبارة عن محاكاة لطريقة عمل او الطريقة اللي بيشتغل بها المخ بتاع الانسان. وبعد كده يعني موضوع النيورال نتورك ظهر، ومع الوقت بقى بدأت تتطور موضوع النيورال نتورك دوت لحد التاريخ اللي هو يعني التاريخ دوت بالتحديد انا بشوف ان هو اهم حدث في القرن 21 اللي هو 12/6/2017 ظهر حاجة اسمها ترانسفورمر. ده نوع يعني من انواع النيورال نتورك
بتعتمد عليه شات جي بي تي والجوريزمز ثانيه، ومن بعدها بقى ما عينك ما تشوف الا النور. يعني ظهر الجوريزمز كتيره جدا جدا اللي هو بقى ظهر الحته بتاعت الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو يقدر يولد لك مثلا مقالات معينه، يقدر ان هو يعمل لك صور، يقدر ان هو يعمل لك فيديوز، يقدر ان هو يعمل لك صوت، ياخد مثلا بصمه صوت بتاع حد. مهندس احمد، هل نقدر نقول الذكاء الاصطناعي ده حاجه مخيفه؟ هو اي حاجه بيصنعها الانسان بشكل عام بيكون ليها شقين، شق ايجابي وشق سلبي. فالفكره ان عشان كده انا بشوف ان الانسان هو مش اذكى حاجه ربنا خلقها، يعني يعني ربنا خلق كل حاجه ليها نسبه من الذكاء. فانا بشوف ان الذكاء اللي ربنا حطه في الطبيعه هو اذكى من الانسان. بمعنى ايه؟ يعني مثلا تلاقي ربنا خلق الطائر بيطير من غير ما يطلع اي انبعاثات، بعكس مثلا الطياره تلاقيها بتطير بتطلع انبعاثات، بتعمل لي تلوث في الجو، بتعمل لي ثقوب في طبقه الاوزون. فالذكاء بتاع الطبيعه هو يتفوق على ذكاء الانسان، لذلك ما تلاقيش اي ضرر من تفاعل الطبيعه مع بعضها. مثلا لما مؤاخذه بتاخد مثلا فضلات الحيوانات اللي ربنا خلقها تلاقي بتغذي الاشجار، الاشجار يعني اذا هنا في حد في حد بالنسبه لذكاء الانسان. فكون ان حد يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ فديت لازم يتحط لها قوانين وقواعد. وزي ما قلت لحضرتك كده ان ايلون ماسك واكبر الشركات الرؤساء التنفيذيين في شركات مثلا زي جوجل وايلون ماسك وغيرهم عايزين يحطوا يقننوا الموضوع دوت، وبيطالبوا ان هم يوقفوا الذكاء الاصطناعي لحد شات جي بي تي 4. يعني هم بيقولوا مش عايزين نطور اكتر من كده. استاذ علي في سؤال كده عايز اساله لك انت بقى. اتفضل. احنا ممكن نبعد انا وحضرتك بنتكلم على حاجه معينه، تمام، عايزين عندنا شقه عايزين نجيب لها فرنتشر مثلا، تمام، فجاه الاقي الشات كله او الفيسبوك كله جاي لي فرنتشر. الكلام ده جاي من اسال بتاع الذكاء الاصطناعي ولا اسال الاستاذ سلمى؟ لا هو تعال الاستاذ سلمى تجاوبني الاول. ايه الموضوع ده؟ هو اكشلي هو الموضوع مرتبط بالحاجتين، بالذكاء الاصطناعي والامن السيبراني في نفس الوقت. هو لو انت جيت بصيت على الخصوصيه او البرايفسي سيكشن بتاع فيسبوك مثلا هتلاقي ان انت بتوافق على الخصوصيه قبل ما تستخدم البرنامج، وهو ده السبب ان انت بتستخدم السوشيال ميديا عامه مجانا، ان انت بتوافق على شروط الخصوصيه، ومن ضمنها ان انت بتبيع تقريبا بياناتك. يعني ما ادفعش فلوس فتجسسوا عليا يعني انت بتوقع انت بتمضي ان انا موافق ان انت ممكن تدخل. فهي من ضمن اصلا ان الواحد يحافظ على الداتا بتاعته ان هو لازم يقرا شروط الخصوصيه بتاعه كل برنامج كويس جدا. مش معنى كده ان انت ما تستخدمش السوشيال ميديا، ولكن تعرف ان حدود الداتا اللي انت بتعملها او الداتا اللي انت بتنشرها على المنصات دي ان هي لازم تكون ليها حدود، ما تنشرش سنسيتيف داتا عنك او كده. انا ما بكتبش حاجه، ده انا بتكلم مع استاذ علي. في نفس الوقت يعني بالنسبه انا بشوش نفسي بلاقي الدنيا كلها تعرف. بالنسبه للموضوع ده خاصه هو لان في الهواتف الذكيه السمارت فونز عامه السوفت وير بتاعها مبني ان هو بيكون متصل مثلا بمايك جوجل، فطول ما انت مش على وضع الطيران او ايروبلان مود ده معناه ان انت المايك بتاعك مفتوح، فهو فعلا بيلتقط مثلا الكلام اللي انت بتقوله، بيساعد الاعلانات او شركات الاعلانات كده. انت عايز تقول اللي انا عايز اقوله؟ اتفضل. حضرتك قلتي دلوقتي وضع الطيران صح كده؟ يعني انا اجيب الجهاز بتاعي واعمل وضع طيران انا كده في مأمن؟ لو بتوشوش نفسك حقيقي. شغل وضع طيران انا كده هبقى في مأمن. يس بالظبط، دي الرساله اللي احنا موجهينها للناس. وضع الطيران لو بتفكر في اي حاجه لانك هتبقى مخترق، صح؟ بالظبط ايوه. يا اما والناس بتفضل مثلا لو انت هتتكلم في موضوع سنسيتيف او موضوع حساس مثلا في معلومات مهمه ومش عايز حد يعرف عنها او مش عايز يعني اي حد يكون بيسباي عليك او بيتجسس، فاهم حاجه ان انت مثلا تستخدم حتى الموبايلات الصغيره زي موبايلات نوكيا المعروفه ان هي مش سمارت فون. يس بالظبط. طيب خليني اخد منك الميكروفون. هل برضو السؤال ده في حاجه في الذكاء الاصطناعي عشان ننقل على فضيله الدكتور؟ يعني السؤال اللي احنا سالناه ده في حاجه داخله في الذكاء الاصطناعي بالنسبه للتعدد على الخصوصيات يعني بالنسبه للي بيطلع لي مره واحده على الشاشه؟ هو الموضوع دوت يعني وكل اي حد بيستخدم السوشيال ميديا بيكون ليه كده الجوريزم مخصص ليه، هو بيراقب كل حاجه بيعملها. يعني في سيرفر وراك بيكتب كل حاجه حضرتك بتعملها، يعني سواء مثلا بتقرا بوست معين، بتعمل لايك، بتعمل كومنت، كل حاجه انت بتعملها على السوشيال ميديا متراقبه. فدي بقى ممكن الداتا اللي حضرتك بتعملها او الرياكشنات بتاعتك على السوشيال ميديا
كل الداتا دي بيتم استخدامها عشان ندرب مودلز الخاصه بالذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت بتستخدم في حاجه اسمها ريكومنديشن سيستم، اللي هو مثلا بتخش تتفرج على حاجه معينه في اليوتيوب تلاقي كل الفيديوز اللي طلعت لك ليها علاقه بالحاجه اللي انت بتشوفها. فده كله مبني على المراقبه او تصرفاتك على السوشيال ميديا. باشمهندس انا عايز الاستاذه سلمى تكمل، احنا لسه هيبقى لنا حلقات تانية مع الشباب، خليني بس اكمل لانه ده اكتشاف، وانا برضو عايز الشيخ ابو الخير يقول لي اكتشافات الناس دي في الاسلام. انا مبسوط النهارده بالاكتشافين دول بصراحه، وحاسس ان انا النهارده قدمت خدمه لبلدي وقدمت خدمه لوطني. النموذجين سلمى وباشمهندس احمد هم شباب مصر. طبعا دول بقول لك لسه النقطه الاولانيه في سؤال حضرتك، ضار ولا نافع؟ تمام. احنا يجيب على هذا قول الله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم. اذا كنا ما فرطنا في الكتاب، اذا كنا يا استاذ علي العلم اخذ باسم الله سبحانه وتعالى في شتى المجالات، اقرا وربك الاكرم، سياتي الكرم من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان انا بس عايز انبه الساده المشاهدين ان احنا يعني في المجال الديني بالذات، وخاصه احنا هنا بنتكلم فيه، ان انت حضرتك ما تعتمدش على الشات جي بي تي في كمرجع ديني، وما تعتمدش على النت عموما. انا بس ليا صديق اتفضل اسمه الدكتور معتز عبد الفتاح، لان من بركه العلم ان ينسب الى اهله، عمل رساله ماجستير في واتكلم عن الشات جي بي تي، ووجه سؤال للبرنامج ده بيقول له: من الصحابي الذي تعطلت سيارته في غزوه بدر ولم يجد ميكانيكي ليصلحها؟ شفت السؤال ايه؟ من الصحابي الذي تعطلت سيارته في غزوه بدر ولم يجد ميكانيكي ليصلحها؟ طبعا ده سؤال يعني خرافي جدا، لا في غزوه بدر كان في سيارات ولا ميكانيكي. شوف الاجابه برضه عشان انا بحذر الناس وانبهها: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لا تاخذ دينك الا من فقيه متخصص وجها لوجه، والحمد لله المصادر كثيره. انا بس هقول اجابه مختصره، الشات جي بي تي اجاب الاجابه ازاي؟ الصحابي الذي تعطلت سيارته في غزوه بدر ولم يجد ميكانيكي ليصلحها هو سعد بن ابي وقاص، وقد وثقت هذه القصه في السيره النبويه، حيث يقال إن سعد بن أبي وقاص كان يريد المشاركة في غزوة بدر، ولكن لم يجد راكبا فقرر الذهاب بسيارته، وأخذ معه شابا من أهل المدينة، وأثناء الغزوة تعطلت سيارة سعد بن أبي وقاص ولم يجد أحدا ليصلحها، فاستغل الأمر وبات مستندا على سيارته ليحصن نفسه من الأعداء ويصوب السهام عليهم، وبفضل دفاعه الشجاع تمكن الجيش الإسلامي من الفوز في غزوة بدر وهو متكئ على سيارته. دي كارثة. خلينا نسأل مهندس احمد كده سريعا على الموضوع. يا استاذ علي خد بالك وانت بتاخد الدين من على النت، ناس تخش على النت تسأل النت حصل وتقيم حياتها في شتى وسائل المعلومات. ده امر خطير. انا عايز اسأل مهندس احمد حصل كده ازاي؟ يا فضيلة الدكتور في عجالة كده حضرتك، يعني انا ما ينفعش ادخل اقول والله حصلت مشكلة معايا، او عايز اسأل عن سؤال. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده خطير جدا، خطير جدا جدا. يا باشمهندس احمد في عجالة حضرتك والاستاذ سلمى، هترد على ده ازاي؟ هتقول ازاي احمي نفسي؟ لا هو الفكره يا باشمهندس، ردا يعني على الدكتور ابو الخير، ان النماذج دي انت هي طبعا لسه في البدايه، لسه في بدايه تطورها، لذلك هتلاقي فيه اكتر من فيرجن. لو جيت مثلا جربت فيرجن 4 هتلاقي انه افضل. يا باشمهندس لو سمحت، مش هينفع اساله ليه؟ لان الفتوى دي يا باشمهندس لازم اساله عن ظروفه. الفتوى بتختلف يا اخوانا من انا مع حضرتك الظروف. انا ما اقول والله فلان ما انا فاهم. انا مع حضرتك، هو الفكره اصلا مهما معلش مع احترامي لك، مهما طورت الجهاز ومهما طورت الشات جي بي تي النسخه الاولى النسخه العشرة، انا باشمهندس عشان يجي لي واحد بيسالني سؤال انا بفصصه، انا بسال الظروف المحيطه بيه، لان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. انا متفق مع حضرتك على طول. انا رجاء الدين يعني خلينا برضو ناخد يعني انا متفق مع مسلمين لكم في الصور. ادينا دقيقه بس، دقيقه يا فضيله الدكتور. الدين لا يعني انا والله مش معارض، وان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظه. انا مش معارض له رجال وله مصادره في عجاله. انا مش متعارض مع حضرتك في حاجه. انا معاك ان الحاجات السنسيتيف زي دي لازم تاخدها من انسان، بس هي الفكره كلها ان هو ما زال لسه في مرحله التطوير. الله اعلم شكله في المستقبل هيكون عامل ازاي. والمودلز دي انت تقدر. هل هو باشمهندس هيسال الظروف؟ يا باشمهندس السؤال بيتكتب ولا يرجع لي سؤال. طيب اخر يا دكتور، يا باشمهندس هو عنده كل المستقبل توضيح. بس بعد اذن حضرتك هو بيسالني سؤال، انا بساله 20 سؤال. يا دكتور ابو الخير قلت يعني مثلا في طب انا خلاص طالع ختام. عجبني بس لسه انا طالع ختام والله. انا بعتذر جدا يا فضيله الدكتور بحر، علمك كبير. الله والله يا باشمهندس حضرتك يعني احنا لسه لحد دلوقتي ما خدناش المعلومات، وكان يهمني في سؤال مهم جدا للاستاذه سلمى. لو في عجاله، لو في ثواني كده، ازاي احمي نفسي؟
بالنسبة ازاي احمي نفسي، اهم حاجة الباسورد، لازم يكون الباسورد قوي، وفي معايير ان الواحد يحط الباسورد. كمان في حاجة اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن، ان الواحد يحط قيدين علشان ان هو ما يعني ما حدش يخترق الباسورد بتاعه. طيب حضرتك هتوعدينا بلقاء اخر؟ اكيد. في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، انا بشكر صديق البشمهندس حسين الصياد، فضيلة الدكتور ابو الخير بشكر حضرتك، بشمهندس احمد انا بشكر حضرتك، استاذة سلمى على وعد بلقاء، موضوع مهم جدا جدا، ان شاء الله نفرد الوقت اخر. شكرا لطيب المشاهدة، نلقاكم على خير ان شاء الله. يا بشمهندس احمد احنا لو عمقنا